تمام. السلام عليكم زملائنا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بمحاضرة جديدة بالتعاون مع لجنة البترول والكيمياء. اليوم نحن راح نستضيف مرة تانية زميلنا الأستاذ عمر الحمادة بمحاضرة تانية بموضوع كمان جميل وإن شاء الله فيه كتير فائدة. رح نحكي نرجع نعرف عن الأستاذ عمر مرة تانية بشكل سريع. هو مهندس كيميائي من خريجي جامعة حمص سنة 1996، وله خبرة أكثر من 22 سنة في صناعة النفط والغاز في مجالات التشغيل والتصميم والسلامة والتدريب. عمل في ضمن مؤسسات محلية وعالمية منها الشركة السورية للنفط وشركة كونكو الأمريكية وشركة إدنوك الإماراتية، وأيضا في معهد ميركل الكندي للتدريب وفي إسطنبول وفي مراكز تدريبية أخرى. أهلا وسهلا أستاذ عمر، وشكرا كثير لك أنك عم تعطينا مرة تانية من وقتك لتشارك معنا خبراتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم جميعا. محاضرة اليوم طبعا هي ممكن أقدر أقول هي أنا يعني هي عامة تقريبا، يعني ما خصصتها تخصص، لو تخصص فيها نوع من التخصص لكن ممكن الكل يستفيد منها. يعني طبعا العنوان محاضرة مبادئ عملية تصنيع الغاز الطبيعي، اللي هي Principle of Natural Gas Processing. يعني مثل ما تعرفون الغاز اليوم هو يعني مكون حيوي، هو من أساسيات الحياة، موجود عندنا في كل بيت ولا يمكن الاستغناء عنه. راح نشوف يعني نتعرف في هذه المحاضرة من خلال عدة أمور، يعني هي كثقافة عامة أو حتى كونه هو مكون حيوي، حتى يعني اليوم صار هو تقريبا صراع، يعني راح نشوف يعني ممكن احنا كسوريين حتى دفعنا ثمن غالي في سبيل هذا الصراع بين الدول. راح نشوف وضع ناتشرال غاز، ما هو الغاز الطبيعي ومما يتكون. طبعا الغاز مثل ما تعرفون اليوم يعني انا اقصد فيه هو الفوسيل غاز، يعني الغاز الكونفنشنال التقليدي اللي هو جاي من الابار، يعني ما نحكي على الالترناتيف اللي هو البيو غاز الغاز الحيوي وهالامور، لا هو الناتشرال اللي عباره عن راح نشوف شو تعريفه، من ايش مكون هذا الغاز، شو المركبات الموجوده فيه، شو مصادر انتاجه، منين ينتج هذا الغاز، سواء كان من النفط من كمرافق للنفط او غير مرافق. طبعا مثل ما للنفط في مشتقات، كمان للغاز هناك في مشتقات، يعني وايش يستخدم هذا الغاز غير التدفئة المنزلية، راح نشوف كمان مجالات الاستخدام للغاز. وندخل في عمليات التصنيع، يعني عمليات التصنيع طبعا هي طويلة شوي وكبروسيس، لكن انا ادخل فيها يعني كفكرة عامة، يعني كبرنسبل، يعني مثلا عمليات الفصل. طبعا الغاز احنا راح نشوفه مكون من هيدروكربون وغير هيدروكربون، كيف يتم فصل مكونات الهيدروكربون نفسها او الشوائب عن الغاز. راح نبدا مثل مرحله الفصل، تثبيت السوائل الهيدروكربونيه، مرحله التحليه او السويتنج يسموها، مرحله استخلاص الكبريت من H2S، مرحله ازاله عنصر الزئبق وليش احنا نزيله اذا كان موجود، مراحل التجفيف اللي يسمونها غاز ديهايدريشن، وعمليات التبريد، يعني كيف يتم تبريد الغاز بشان الحصول على مشتقات الغاز اللي يسمونها LPG، ليكويفايد بتروليوم غاز او ليكويد ناتشرال غاز او ناتشرال غاز ليكويد، يعني نشوف هاي المشتقات الموجوده عنها، والتجزئه اللي يسمونها فراكشنيشن، عمليه التخزين والنقل. تقريبا هاي عنوان المحاضره اليوم اللي ممكن احنا نعرفه. مثل ما تعرفوا طبعا هاي نشروها بال 2004، انه شافوا الريزرفوار الموجود في العالم حدود 6270 تريليون كوب كيوب، هذا موجود من الغاز اللي يسمونه هو فوسيل او الكونفنشنال. مثل ما شايفين الميدل ايست تقريبا نسبه عاليه فيه، طبعا مع الاتحاد السوفيتي او روسيا اليوم تقريبا 2 على 3 يعني من الغاز موجود في روسيا وايران وقطر، شايفين في اوروبا كمان موجود، في نورث امريكا نسبه قليله، اسيا افريقيا نسبه، لكن القسم الاكبر هو الميدل ايست. الميدل ايست ممكن تكون ايران وقطر مع روسيا،
هذا كمخزون، مخزون احتياطي. حتى الآن استهلك من من 2004، ممكن هلا زاد الاستهلاك طبعاً، الطلب على الغاز زاد كثير. الاستهلك 98 تريليون، 98 تريليون كوبك فيت. طبعاً أكثر مستهلك هو الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر واحد مستهلك هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكمان روسيا. الميدل إيست ما يستهلك كثير، راح نحن نشوف ليش يستهلك هذا الغاز، ليش يستخدم هو الغاز. لكن أوقف هنا شوي. طبعا هي أنه لما احنا نقول روسيا، إيران، قطر، طبعا هذا كنز لهذه الدول، وهي حاولت أنها تصدر هذا الغاز. طبعا أوروبا تقريبا 25% من غازها يجي عن طريق روسيا، بايبلاين إلى من تركيا إلى أوروبا. طبعا قطر كمان رادت، حتى يقول طبعا اذا شفتوا، انا مره شفت بالبي بي سي نشرت من 7 سنوات تقرير انه ليش صارت في حرب مثلا على سوريا، فكان نيه للغاز القطري انه ممكن يجي عن طريق الاراضي السعوديه، بعدين يدخل الاردن، بعدين حمص، من حمص تركيا، من تركيا الى اوروبا. وكان في خط مقابله منافس، هو الخط الايراني اللي ممكن من جنوب ايران الى العراق، بعدين كمان حمص. شوف حمص كانت مدينه استراتيجيه. كمان هناك نية لإسرائيل على أساس أنه بعد ما استثمرت الغاز أنه ممكن يكون عن قبرص، من قبرص إلى تركيا. كمان شوف الموقع الجغرافي التركي، يعني اليوم الحرب هي حرب غاز. طبعا الغاز ليش هو الغاز؟ لأنه يتوقعون أنه الغاز راح النفط بدأ، يعني خاصة النفط الخليجي أنه بدأ يعني راح يقل. والغاز هو أول شيء نظيف، وراح نشوف له داخل في مجالات كثيرة، يعني غير مجال التدفئه، ومجال يعني حتى كماده اوليه يعني كوقود للباور جينيريشن، التحليه، المي، كله تعتمد على الانرجي اللي هو الغاز الطبيعي. شايفين هنا مثلا عندي، طبعا هناك في طاقه بديله اللي هو طبعا هو مو موضوعنا هون، يعني موجود غير اللي يسمونها رينيوبل، لكن يبقى الغاز والديمند عليه راح يزيد، يعني عم يزيد 2% لكل سنه، يعني لل 2030 راح توصل الذروه، بال 2040 يعني بال 2040 راح يكون عندنا هناك استهلاك خيالي. يعني شوف انت هي المقارنه من 2002 الى 2030 راح تزيد الكميه جدا على طلب الغاز. طبعا شو هو الغاز؟ ايش هو الغاز الطبيعي؟ اللي طبعا الغاز هو مزيج من غازات اصلا، يعني اللي يطلع من البير او من المصاحب للنفط هو مزيج من الهيدروكربون. طبعا كلمه هيدروكربون هي مثل، طبعا احنا انا احكي المحاضره انه اعتبر القسم عندنا غير مختصين. مزيج من الهيدروكربون، الهيدروكربون يعني كلمه هيدروكربون انه المركب مكون من هيدروجين وكربون. طبعا الغاز لسوء الحظ انه هو ما فقط عباره عن هيدروكربون، كمان في مركبات نان هيدروكربون، يعني مركبات غير هيدروكربونية، راح نتعرف عليها شو هي اللي يسمونها الشوائب. طبعا كل مكون من مكونات الغاز هي عبارة عن له خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية. يعني مثل غاز الميثان ممكن مستخدم عندنا بالمنازل، طبعا هذا استخدم بعد عمليات الفصل والمعالجة والاستخراج. يعني من خصائصه الفيزيائية انه لا طعم له، لا ولا لون ولا رائحة، قابل للاشتعال، خانق اذا 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 واحد كان نايم وفتح عليه الغاز، لانه يكون خانق لانه يقلل استهلاك الاكسجين. طبعا الاكسجين لازم يكون 19.5% الى 22%، اللي مجرد وصل نسبه الاكسجين الى 16% بالغرفه اللي انت فيها او الجو اللي انت فيه الانسان يختنق. اخف من الهواء، الحاله الفيزيائيه يكون على شكل غاز في الدرجه الامبيانت تمبريتشر والضغط الجوي. طبعا اهم شيء الغاز، حتى ناخذ فكره انه كيف يتم بيع الغاز او كيف يتم التعامل مع الغاز. الغاز دائما يتم التعامل عليه الهيت فاليو، القيمه الحراريه له. طبعا القيمه الحراريه، طبعا جزء انا مخطئ بالبريطانيه اللي يسمونها بي تي يو، بريتش تيرمال يونت. دائما لكل، لما انا ابيع الغاز لازم اقدره شو القيمه الحراريه له.
يعني مثل الميثان يعطيني 950 بي تي يو. بي تي يو هي وحدة طاقة، يعني انرجي ممكن تتحول الى الجول الى الكولري، وحدات سعة حرارية. يعني البي تي يو انه هي الطاقة اللازمة لتسخين واحد باوند من المي درجة فرنهايت واحد، يعني بحدود 950 الى 1100 بي تي يو على كل ستاندرد كوبك فيت. هذا للغاز الميثان. الهيدروكربون طبعا تاخذ سلسله، يعني قلنا شوف عباره يعني من سي 1 طبعا سي يعمل ميثان ايثان بروبان بوتان. شوف تركيبها، تركيبها الكيميائي هيدروجين طبعا اقل اخف واحد هو. كل ما طلعت انت كل ما زاد نسبه الكربون يصير المركب اثقل. يعني كيميائيا هاي تتصنف يسمونها احيانا برافينات، عائله البرافينات او الاوليفينات او الاوروماتيك الموجوده بالنفط. ما ادخل في هالموضوع، لكن اعرف انه عباره عن هيدروكربون. هيدروكربون انه مكون من هيدروجين وكربون، ولكن الغاز بشكل عام تركيبه هي الصفوف الاولى، يعني سي 1 سي اختصارا مشان ما نقول ميثان، صار يقولوا سي 1 لانه يحتوي على ذره كربون واحده، ايثان ذرتين، بروبان ثلاث ذرات، بوتان البوتان ممكن يكون في نورمال واوزمر اربع ذرات. هذول يكون موجودة في الأمبيان تبريتشور درجة الحرارة العادية على شكل غازان. طبعا لكن كمان يوجد في الغاز سوائل، يعني هي سوائل الهيدروكربونية اللي تكون أغلى من الغاز، مثل C5 اللي يسمونه البنتان اللي يدخل في تركيب البنزين المستخدم للسيارات. فشوف هاي كتصنيف أنه تركيب الغاز ممكن يكون فيه غاز بحالة غازية اللي هي دول الأربعة الأوائل ميثان إيثان بروبان، وفي بشكل ليكويد، وفي حتى سوليد لكن سوليد مو موجودة بالغاز. هذا بشكل هاي تركيب الهيدروكربونات بشكل عام، يعني السوليد موجود بالأويل. بالغاز بالعادة يكون احنا نسميها C5+. C5+ ممكن يكون ستة شوي فيه وسبعة اللي هم الهكسان والهبتان وقليل من الأوكتان. طبعا اللي يهمني بالغاز هو هذول المركبات، لانه هاي المركبات هي اللي تستخدم للتصنيع وللباور كوقود وفيول. طبعا تصنيفها هاي راح نشوف مشتقات الغاز، انه من هالمشتقات هذول المركبات راح ينتجوا مثل ال ان جي. راح نعرف احنا شو يعني ال ان جي اللي هي ميلي سي 1، شو يعني ان جي ال راح نعرفها، وشو يعني من هاي المشتقات راح نمر عليها ان شاء الله. طبعا السوء الحظ هو الشوائب الموجوده في الغاز. طبعا هاي الشوائب هي تعتمد على الريزرفوار، تعتمد على المنطقه الموجود فيها الغاز. يعني مثلا عندك ممكن يكون مع الغاز امونيا، ممكن يكون كبريت الهيدروجين اللي هو غاز سام، CO2 ثاني اكسيد الكربون، مركبات كبريتيه اخرى، نيتروجين، المي، الزئبق، الاكسجين، الكلور. هاي كلها شوائب تجي مع الغاز، وهذه الشوائب تتوقف على الريزرفوار. يعني مثلا عندنا كان حقول دير الزور ما كان فيها H2S، ولما يكون الغاز طبعا ما في H2S معناته عمليات تصنيعه سهله وغير مكلفه وراح يكون مربح. يعني حقول دير الزور كلها تقريبا ما فيها H2S، لا الاويل ولا الغاز، حسب الريزوفار الموجود فيه. يعني كل ما قلت نسبة الشوائب الموجودة، لذلك لما يكون الغاز موجود فيه نسميه سور غاز. سور يعني غاز حامضي، حامضي معناته وجود الغازات الحامضية مثل الـ H2S والـ CO2. هو موجود الـ H2S نسميه سويت غاز، يعني غاز حلو ما في، يعني حلو مو يعني انه في مي في سكر، يعني ما في H2S. دائما لما نفكر باي بروجكت باي مشروع راح نشوف احنا يتم تصنيع على الملوثات الموجوده وعلى نسبه الهيدروكربون الموجود في الغاز. يعني دائما تركيب الغاز انا يهمني لما اعمل بروجكت. لذلك احنا راح اخر المحاضره بحكي شوي عن البروجكت، فتلقي في بروجكت كان يوصل الى 4.6 او 4.5 مليار دولار او حسب التركيب. والتراكيز هاي كمان تختلف حسب الطبقه الموجوده. يعني مثلا عندك ممكن نسبه الميثان
توصل الى 90-95%. لما يكون عندي الغاز 95% ميثان اسميه لين، انه الغاز هذا خفيف، لانه الميثان هو صحيح غاز كويس لكن رخيص، القيمه الحراريه له قليله. كل ما زادت سوائل المكثفات الاخرى بالغاز كل ما كان سعر الغاز افضل، نسميه ريتش، يعني لما يكون في بروبين، لما يكون في بنتين، لما يكون في احلى. طبعا هذا تيبيكال على رو غاز كومبوزيشن. يعني طبعا هاي قلنا كمان تتوقف على الريزرفوار، تتوقف على الريزرفوار او المنطقه الموجوده، لانه انا بالخليج كان عندهم اكثر من يسمونها ثمامه A B C. الA والB هي للأويل، والD والF هي للغاز. الغاز المصدر تبعه يعني ممكن عندنا مصدرين لل، ممكن احنا نسميه غاز حر، يعني يطلع بشكل مباشر من الآبار، يعني ممكن البير اللي نحفره هو غاز بس ما في أويل، يسموه فري. أو ممكن يكون أسوشيتد، مصاحب للنفط. طبعا ما في نفط الا يكون في غاز، يعني فالغاز يقسم قسمين، مصاحب وغير المصاحب، الاسوشيتد ونون اسوشيتد. هذا بالنسبه للفوسيل غاز. انا جبت هاي طبعا متعارف هناك تقريبا 7 ريزرفوار او للاويل والغاز. يعني مثلا عندنا البوتمن هو النفط الصخري. البوتمن هو تقريبا ما يوجد في اي نوع من الغازات، يعني حتى لما يذوبوه يستخرجوه من الصخور، كندا مشهوره في امريكا، ما يحصلوا على غاز. في عندنا الهيفي اويل، في نسبه لكن قليله. في عندك البلاك اويل، في كمان نسبه لكن يعني اكثر من اللي قبلها. الفوليتايل اويل لا، في غاز، لكن الغاز اللي يطلع من النفط دائما يكون ريتش. ريتش بكلمة ريتش انه غني بالسوائل الغاز. الرقم 5 يسمونه الكوندنسيت غاز. طبعا الكوندنسيت هذا هو افضل نوع من الابار او الريزرفوار، يعني لما الشركه تنتج او يطلع معها كوندنسيت يعملوا احتفال لانه مصاري ماني، لانه هذا البرميل الواحد ما يحتاج معالجه ولا شتين، $200 يعني كله كوندنسيت، سوائل خفيفه ايزي انك تستخدمها. رقم 6 يسمونه ويت غاز. ويت يعني هو الريتش، الريتش يعني غني بسوائل الغاز، يعني في C3 C4 C5. دراي غاز هو تقريبا ما في غير C1 مع الشوائب الثانيه. طبعا ما يخلى من C2 C، لكن يسموه دراي، دراي او بالعاده يسموه لين. تقريبا هاي المكامن الرئيسية اللي ينتج منها الغاز. 5 و6 و7 هي مكامن غازية بحتة. أفضل واحد بيناتهم رقم 5. مشتقات الغاز. طيب احنا عرفنا الغاز انه من C1 إلى C5 بلس. C1 هو الميثان. الميثان هذا إذا استخلصناه من الغاز بشكل حر بس ميثان نسميه سيل غاز. سيل هو اللي يباع عن طريق بايب لاين، طبعا تربط بين الدول مثل روسيا الى اوروبا، يحتاج كومبرسر. هذا يكون ما يحتاج انك تعمله اساله، غاز مسال تخليه على شكل غاز وضغط. طبعا هذا يكون بالعاده جيد ورخيص، لكن افضل من ما تسيله، لانه تسيله بده يحتاج بروسس اكثر وشيبينج. لما تسيله يعني السيول لما تكثفه، طبعا تكثيفه يحتاج انك تنقص درجه الحراره الى -161. لما تنقص الى 161 صار نسميه LNG. LNG liquefied natural gas. طبعا ليش انا اكثفك؟ لانه مثل ما قلت لكم احيانا الدول يعني سياسات الدول ما تسمح انك تعمل بايب لاين باراضيها، او لذلك يضطر يعملوا له تسييل إسالة الغاز المسال. وطبعا قطر هي حاليا تنتج 77 مليون طن، 77 السنة، وممكن راح يزيد إنتاجها 164 لل 2027. الغاية من تسييل الغاز
هو عملي الهدف منه شوف النسبة تختلف من 1 إلى 600. يعني أنت الحجم الواحد متر مكعب سائل يساوي 600 متر مكعب غاز. لذلك الدول تأخذه ممكن تحتاج 2 إلى 3 متر مكعب من السائل بالسنة. يعني ممكن تحتاج يعني 2 إلى 3 يعني 3 متر مكعب يكفي المنزل الواحد من الغاز. طبعا 3 تضربها ب 600 يطلع تقريبا 1800 متر مكعب از غاز. طبعا هنا ستاندر دائما الغاز لما يبيعوا لما اقول متر مكعب ما اقدر انا يعني لما اقول متر مكعب هو الاكتشوال هذا ما اقيس السائل الغاز اقول له متر مكعب، لا اقول ياكل ستاندر او نورمال. طبعا هاي الشروط القياسيه يعني ستاندر تكون ممكن ضغط 1 جو، درجه الحراره 15 او 25 هايت، النورمال ممكن يكون 0 سيليزيوس و1 اتموسفير. اذا السي 1 كان مشتق عندي 3 مشتقات ال ان جي وسيل جاز واحيانا يسموه سي ان جي كومبرسد ناتشرال جاز، هذا مشتق من السي 1. هلا السي 2، السي 2 لحاله كمان مشتق، راح نشوف الايش يستخدم هذا السي 2 في صناعه البوليمرات البتروكيميكال، كمان هو مشتق يعتبر. البروبين مع البوتين يسمونه البي جي، البي جي هو ليكوفايد بتروليوم غاز، الغاز المسال. كنا بسوريا يستخدموه مشان السلندر الموجود بالمنزل البي جي. طبعا السلندر نسبه السي 3 تكون قليله لانه السي 3 خفيف خف من السي 4، لذلك كانت 22% بسوريا. ممكن يعني سي 3 ممكن اسميها ال بي جي، سي 4 اسميها ال بي جي، سي 3 مع سي 4 كمان تسميها ال بي جي. هذا مشتق اخر للغاز. في مشتق اذا سي 2 مع سي 2 وسي 3 وسي 4 نسميها ان جي ال ناتشرال جازز ليكويد، يعني يكثفوها ثلاثه مع بعض بعدين يبعثوها على الفركشنيشن اذا فصلوها الى كل واحد على حده. اذا نشوف كم مشتق عندي للغاز، طبعا الكوندنسيت هي البنتين قلنا سي 5 اللي هي يسمونها غازولين واللي هي اكسبنسيف اغلى شيء تقريبا، كمان يعتبر من مشتقات الغاز. طبعا في مشتق اخر مو مذكور هنا بسلايد هو السلفر، لانه الغاز فيه H2S والH2S فيه سلفر. هذا جدول شو هو السيل جاز، شو هو ال بي جي، شو هو الهيدروجين. استخدامات الغاز طبعا يستخدم 34% بالصناعه. يعني واحد يقول لي ايش الصناعه؟ يعني كفيول هو، يعني انت الطابوق، الاجر الحراري، المنسوجات، ادهانات، الصناعات الكيميائيه، حتى صناعه النفط نفسها ريفاينري تحتاج فيول جاز مشان تسخين الافران. حتى الغاز استخدمه لانتاج النفط، الغاز انجكشن يحقنونه تحت مشان يطالعوا الغاز الاخر. الباور جنريشن، الغاز توربين اليوم لانه هو نظيف يعتبر مشان محطات تحليه المي، محطات تحليه الكهرباء كله استخدمها. غير التدفئه اللي يسمونها ريزيدنشال اللي هي او دوميستيك احيانا يسموه، الغاز المنزلي مستخدم للتدفئه او للاغراض الكوميرشال، اعمال تجاريه. يعني اعمال تجاريه مثل شو يعني احيانا هو يدخل كماده اوليه في صناعه الاسمده، لانه عن طريق التكسير تاخذ الهيدروجين تفاعله مع النيتروجين يطلع الامونيا، الامونيا تفاعله مع السي او2 صار عندك ازوت، السماد الازوتي موجود بحمص كنا نبعث الغاز من مصنع شبسه. يدخل في صناعه البلاستيك، البوليمرات الموجوده هي كلها مصدرها من الغاز، مثل عندك البولي ايثيلين، البولي بروبيلين. الغاز له يعني مجال، يعني لذلك هو صار مكون حيوي. يعني اليوم الحرب حرب غاز بصراحه، يعني كل اللي نشوفه بالشرق الاوسط خاصه الحروب الموجوده اليوم في الشرق المتوسط. نحكي عن مراحل المعالجه او طبعا هي الخاصه بجدول
حتى تكون سهلة للغير مختصين. احنا قلنا الغاز ممكن يكون associated أو non-associated. الassociated هو يجي على محطات النفط لأنه يكون مرافق للنفط، يتم فصله. الحالة لما يتم الفصل ينخفض الضغط، لما ينخفض الضغط تحتاج أنك تضغطه عن طريق كومبرسر، شلون تضغطه حتى يكون مقابل للغاز النون اسوشيتد. النون اسوشيتد ما يحتاج احيانا ضغط حسب الطبقه، يتم تجميعهم مع بعض ويمروا بمراحل. طبعا المراحل هاي اول مرحله لخصها بالالوان حتى تكون سهله للغير مختصين. يعني هذا تركيب الغاز، هذا يطلع من الريزرفوار بهالشكل، هذا نسميه كون معاه H2S نسميه سوار غاز. احيانا قلنا ما يكون فيه سوار غاز. صناعه الغاز، يعني لما انا اعمل مصنع او مجمع او وحده حسب اللاب اناليسس، العينه اللي اخذها من الريزرفوار، وبالعاده تاخذ اكثر من عينه، حتى تاخذ من البور، يعني من اسفل، من عند اسفل عمق البير. مثلا هاي شايفينه قدامي C1 C2، هي هيدروكربون ونون هيدروكربون. شو بصير؟ هذا مزيج من الغازات، في منها هيدروكربون اللي هي مفيده لنا، وفي منها نون هيدروكربون. اول عمليه، اول بروسس هو سيبريشن. شو يعني سيبريشن؟ سيبريشن اني افصل انا الثقيل عن الخفيف، افصل المي. طبعا المي موجوده بالغاز على ثلاث اشياء، موجوده بشكل فري حر، او موجوده بشكل سوليبل منحل، او بشكل امولشن يعني مستحلى. السبريشن يعني سهل جدا، اذا من هالمكونات هذولا فصلت C5 وفصلت المي اللي هي فري. هاي المرحله الاولى، راح اوضح كيف بالسلايدات الجايه، يعني أعطي مثال مثلاً على السبريشن كيف هو. الباقي شوف، فصلت هنا C5. طبعاً في شغلة أحكي لكم إياها، عمليات الغاز هي عمليات فيزيائية. شو يعني عملية فيزيائية؟ ما عدا السلفر أو استخلاص الكبريت هو كيميائية، يعني ما يصير تغيير، هي عملية فصل بدون ما تغير من تركيب المركب، ما تغير شيء، فصل فيزيائي. يعني شوف أنا فصلت بدون ما غيرت أي شيء. يعني غير العمليات الكراكينج والتكسير اللي تصير بالمصافي. طبعاً بوحدات الغاز كمان بتصير عمليات تكسير للسلفر، بس اللي هي تدخل بعمليات كيميائية، لكن فصل فيزيائي. طيب الكمية الباقية، طبعاً أنا لما أقول أفصل السي 5 ما راح يفصل هو 100%، دائماً الفصل ما يتم أنه 100% إلا يظل في بقايا او تريسس. المركبات هاي راح تروح على مرحله اخرى يسموها سويتنينج، راح نشرح كمان عنها. السويتنينج يتم بماده كيميائيه يسمونها الامين، راح اشرح لكم. السويتنينج هي التحليه، انه الامين هذا راح ياخذ من الغاز، هي الغاز الحامض ال H2S وال CO. الغاز الحامضي هذول اسميهم اسيد غاز. الاسيد غاز ابعثه على وحده يسمونها وحده الكبريت لاستخلاص الكبريت، راح نحكي عنها شوي كمان. شو ظل عندي من هذول؟ شوف، خذيت H2S، خذيت CO2، خذيت، ظل عندي الميركوري. راح نشوف احنا ليش نشيل الميركوري، نحكي عنه بعدين. ظل عندي الفيبر كمان الديهايدريشن، هاي يسمونها وحده التجفيف، كمان نحكي عنها. تبريد، بيش نبرد. بعدين عملية استخلاص بعد التبريد، يعني تكثيف سواء اللي حكينا عنها الـ NGL الـ LPG. بعدين عمليات التجزئة الـ fractionation، انك تجزئ على كل وحدة على. طبعا هذا الهيكل راح ادخل فيه مو بالتفصيل، in general، حتى تكون المحاضرة عامة شوي. المرحلة الأولى قلنا separation، يعني واحد يسألني ليش احنا نفصل السوائل الهيدروكربون، يعني ما كلها غاز؟ لا، الفصل لانه قلنا القيمه الحراريه والقيمه التسويقيه للماده تختلف. يعني لما يكون الماده مثلا كوندنسيت غير انها غاز خفيف، لذلك الفصل ضروري.
فصل المي، المي يعمل كوروجين، يعمل ايس هايدريت، وراح لها تاثير كبير. هاي عمليه الميجرمنت، يعني انت لما اليوم الشركات لما تصدر غاز، اذا لما الميجرمنت يعني القياس السوائل يختلف عن الغاز، لانه يعتمد هنا الدنستي، الكثافه، الامور هاي. فاحيانا الشركات تخسر الاف الدولارات نتيجه انه الميترينج سكيت العداد ما يكون صحيح. لذلك لهذه الاسباب احنا يتم فصل الماء والسوائل الثقيله عنه. كيف يتم الفصل؟ فواصل، طبعا الفواصل هاي ممكن تكون هورزينتال يعني افقيه، فيرتيكال، سفيريكال، بالجرافيتي يعني الجاذبيه، الخفيف تحت فوق والثقيل تحت. يعني مثل ما تجيب انت زيت سيارة وتحطه مع المي وتخضه شوي وتتركه فترة، راح يكون المي تحت، الزيت والهواء فوق. فعملية يسمونها الجرافيتي. طبعا عملية الفصل هاي انا حكيتها بشكل مبدأ بسيط، لكن اذا ادخل فيها تعميق لا، هي الامور حتى السبريتر شو داخله من الداخل، كيف يتم تصميمه، في عوامل الضغط، الحرارة، التمبريتشر، الفلوسيتي، كلها تأثر. ما راح ادخل في هاي التفاصيل، هي محاضرة عامة principles. إذا هاي الفصل، إذا قلنا بالفصل يتم فصل السوائل الهيدروكربونية وفصل الفري ووتر. المرحلة الثانية يظل الغاز ماشي يعدي بيروح على عملية التحلية. طبعا قبل ما أروح على عملية التحلية تثبيت، هلا أنا فصلت السوائل اللي هو الكوندنسيت أو الجوزيلين، يظل فيها غاز خفيف. التثبيت يعني إزالة الغاز الخفيف. التثبيت يتم عملية تقطير، أبراج التقطير يسمونها distillation. هنا يعتمد على البويلينج بوينت، يعني بجيب ستيم أو أجيب أسخن الكوندنسيت، الغاز الخفيف بيطير وتظل الكوندنسيت ثابتة. طبعا الشكل النهائي للكوندنسيت راح يكون بهذا الشكل، هذا الشكل يكون شكله، شوف مثل البنزين. المصنع اللي كنت فيه طبعا كان من اكبر مصانع الغاز في العالم، كان ينتج باليوم 300,000 برميل من الكوندنسيت. 300,000 يا شباب، حق البرميل ما يقل عن 200 دولار. كان يخزنوها بهذه التانكات. طبعا انت لما تبيعها الكوندنسيت هاي ممكن يقول لي ايش تستخدم؟ ان الكوندنسيت هاي شوف بترول، مثل بترول السيارة، يعني ما تحتاج أي معالج. يستخدموها لعملية البليندنج مع النفط الثقيل عشان سهولة الموفمنت للأويل، وممكن يبعثوها على الريفاينري تثبيت بسيط مع يرفعوا رقم الأوكتان للبنزين، وصارت عبارة عن بنزين. إذا هاي المرحلة الأولى اللي يسمونها separation and stabilization. هل الجاهز؟ هنا فصلت انا بس عباره عن السوائل والمي الفري مي، الباقي وين يروح؟ يروح على وحدات التحليه اللي يسمونها سويتنينج او تريدمنت. طبعا واحد كمان يسالني ليش انا اعمل تريدمنت؟ لانه H2S والCO2، H2S هو توكسيك، غاز سام جدا، 700 بي بي ام اللي هي بارت بير مليون، قادر يقتل الانسان دقائق. بالإضافة الـ H2S هو كوروسيف، يعني كوروجن. زميلنا أعطانا محاضرة على الكوروجن قبل. الكوروجن هو يكلف الشركات ملايين الدولارات بالإضافة للحوادث اللي تصير نتيجة الكوروجن. بالإضافة لما أنا أعمل إسالة للغاز بدي برد الغاز، وعملية التبريد هاي CO2 يجمد بسرعة، لذلك ممكن يعمل لي فريزينج. كمان لما اشيل CO2 هو غاز يعني يعتبر غير انرت غاز، انرت غاز يعني غير قابل للاشتعال، يعني ما عنده BTU، لذلك يخفض القيمه الحراريه للغاز لما انا ابعثه، يعني يخفض لي BTU، لذلك لازم انا اشيل CO2 من الغاز. الشغله الثانيه هي عوامل بيئيه، يعني وجود السلفر او مركبات السلفر مع الغاز. طيب الغاز بالنهايه راح يحترق،
طيب عملية الحرق هاي إيش تعطي؟ إذا كان في سلفر تعطي سوكس، سوكسي أكاسيد الكبريت اللي تعمل أسيدرين المطر الحامضي. يعني حتى الديزل اليوم اللي نستخدمه لازم ما يكون أكثر من 5 بي بي إم، البنزين اللي أستخدمه ما يكون 10 بي بي إم من السلفر الموجود، الغاز ما يكون أكثر من 4 بي بي إم الأبعث على الغاز تورباين، لأنه إذا كان في نسبة سلفر أو H2S عالية بالنهاية راح يشكل لي سوكس، والسوكس هاي تعمل أسيد رين تأثر على البيئة. عملية التحلية سهلة، عملية التحلية تعتمد كمان بيسمونها absorption، مادة يسمونها الأمين. الأمين هو عبارة عن مركبات يعني يخلطوه مع المي، هو عبارة عن أمونيا مفاعلة مع أورجينيك كومبوني مثل يسمونه مونو إيثانول أمين، داي إيثانول أمين، هاي مركبات. المهم يتم تركيب كل اختيار الأمين على حسب البروسيس الموجود، لكن الأمين يجيبوه براميل يحطوه بتانك ويخلطوه مع المي، المي تكون معالجة يعني مشيول منها الشوائب والأملاح. لذلك دائما تركيز الأمين ممكن يكون 50%، ممكن 20%، ممكن 25%، والباقي مي. الأمين شو يعمل؟ شوف هذا تركيب الأمين، مثل هذا 20% أمين والباقي مي، هذا مثال. يعني الأمين شو يعمل؟ هذا برج، هاي صورة حقيقية من وحدات التحلية الموجودة يسمونه أبزوربر. شو يصير بالأمين؟ يدخل الغاز من تحت والأمين من فوق، يصير تفاعل كيميائي بيناتهم. فالأمين هو ماشي يشيل، يصير تفاعل مع الـ H2S، تفاعل مع الـ CO2، فيدخل الغاز سور ويطلع الغاز سويت ما في. طبعا الأمين صار مشبع بالـ H2S، يعملوا له عملية تنشيط ويرجع مرة ثانية، لذلك تلقى هذا يسموه ريجينيريتر وهذا يسموه أبزوربر. طبعا هاي الوحدة المصنع اللي كنت فيه كان عندهم 17 وحدة من هذول، شايف. فالغرض تبعي هو هين انه الامين صار سويت، سويت معناته لا تتجاوز نسبة الـ H2S عن 4 بي بي، والبي تي يو لازم يكون فوق 950 بي تي يو على كل ستاندرد كوب. الامين هذا وين يروحوا فيه؟ يبعثوه على الريجينيريتر تنشيط، هذا الريجينيريتر يسخنوه، لما يسخنوه الـ H2S يطلع فوق ينفصل عن الأمين، الأمين صار لين يرجع مرة ثانية على السيستم. هذا شكل الأمين. طبعا هاي زجاجات عينات لما يكون في كروجين ولما يكون ديجريديشن، يعني ديجريديشن انه ما ارفع حرارة كثير، لانه زدت الحرارة على 130 يصير عملية تفكك للأمين، الأمين يظل مادة كيميائية وقابلة للتبديل وقابلة يعني للاستهلاك. هاي وحدات التحلية. اذا وحدات التحلية انا مبدأ بسيط انه يتم فصل السوائل، يتم فصل الغازات الحامضية يعني. طيب أنا اليوم فصلت مئات الستاندر متر كيوب من الـ H2S، وين أروح فيه؟ إذا أحرقه وأبعثه على الجو يشكل لي المطر الحامضي، لذلك يبعثوه على وحدة يسمونها سلفر ريكفري يونت، استخلاص السلفر. شو هذا استخلاص السلفر؟ كيف يصير؟ طبعا عملية استخلاص السلفر هو حسب مبدأ العالم البريطاني كلاوس الله يرحمه، كلاوس قال إذا حرقنا الـ H2S يتحول إلى سلفر. طبعا العملية تتم بعملية الحرق وعملية الكاتاليست، عملية التفاعل، يعني هو ما راح يترك كل الـ H2S، ثلث الـ H2S يحترق، الثلث الباقي يتفاعل مع الـ SO2 المتشكل. طبعا كلاوس هاي طوروها، يعني صار تقريبا حاليا وصلنا مرحلة، أول كان نسبة التحويل الـ H2S إلى سلفر 98-95%، حالياً وصلنا إلى مرحلة في عندنا يونت جديدة أنتجوها عن طريق وورلي بورسن، وورلي بورسن أمريكية. طبعاً الكابيتال كوست للوحدة زادت، لكن ما ظل في عندي إيميشن، يعني كان كل الـ H2S تحول إلى سلفر. إذا عملت تحويل سهلة أنك تحول أنت الـ H2S هذا إلى سلفر، السلفر هو غير سام وبنفس الوقت له فوائد صناعية راح نحكي عنها.
السلفر من مساوئه انه يتجمد عند 120 سيليزيوس، يعني 120 سيليزيوس هو الصلب. شايف 120 الدنسي تبعه تقريبا 1800، لازم يظل فوق ال 120 حتى يكون على شكل سائل. لكن هو بالنهايه يحببوا يبعثوا الى كرو ماتيريال لتصنيع اخر. هاي وحده السلفر. السلفر قلنا تنقسم قسمين، عمليه حرق بالافران كم حرق الاشتؤس لل 1200 سيليزيوس، وعمليه تفاعل كيميائي اللي هي مفاعلات. هلا بالفرن هذا درجه الحراره 1200 تدخل انت الاسيد جاز اللي هو H2S مع CO2 وهو تم عمليه الحرق. طبعا بعدين تم عمليه التبريد والتكثيف بالمي، وتحصل انت على القسم الباقي يروح على عمليات تفاعل بين H2S وال SO2. تنتج السلفر بهالشكل مثل لون الزيت، ونسائل هيك بالشكل. طبعا الوحدة اللي كنت فيها كمان كانت تنتج 10,000 طن بيردي، 10,000 طن سلفر، لأنه كميات كانت كثيرة من الأشتوس. يأخذوا هذا السلفر السائل يحببوه، واحدة يسمونها كروليشن بلانت، واحدة تحبيب، حبوبه بهالشكل ويصير قابل للتصدير. طبعا السلفر الوحده تبعه كانت خسرانه، لكن هي لعوامل بيئيه. يعني صور كان الطن الواحد يكلف 60 دولار تكلفه انتاجه، كان يباع برخيص، يعني كان يباع باقل من 40، واحيانا في شركات تعطيه هديه. في 2000 بالكرايسيس يمكن 2008 صار له سوق خاصة الصين أوجدوا له، قفز إلى 650، حاليا يباع 150، يعني حاليا مقبول أنه يغطي التكلفة تبعه. يستخدم هو بعمليات، يعني 45% من عمليات الفرتلايز الأسمدة، بعمليات الكيميكال مونيفاكتشر، بعمليات حمض الأسيل هذا تبع البطاريات، لأنه يعني حمض الكبريت، يعني بعمليات تبييض الورق بلب، بعمليات الايرون والحديد، صناعه الحديد لانه كمان يدخل مشان تحسين خواص الميكانيكال بروبرتي للحديد. شايف يعني له صار في استخدام حاليا موجود حتى في صناعه المتفجرات، في صناعه في امور كثيره في السلفر. هذا بالنسبه للاسيد جاز. طبعا كلمه اسيد جاز معناته هي الاتش 2 اس والسي او 2، سور غاز هيدروكربون مع H2S. هلا يظل عندي بعد ما صار الغاز سويت وشلت منه السوائل والمي، ظل عندي الفيبر، الفيبر الموجود مع الغاز. قبل عملية التبريد لازم أشيل هذا المي، لذلك احنا نبعثه على وحدة يسمونها الديهايدريشن، التجفيف. التجفيف، تجفيف الغاز كمان هو سهل، يعني في عدة طرق. ممكن أجففه بمادة اسمها الجلايكول مثل الأمين تشتغل تماما، أو أجففه بالمولكلر سيف اللي هي سوليد، تكون على شكل سوليد. طبعا ليش أنا أجفف الغاز؟ لأنه أثناء التبريد راح يتشكل معي الهايدريت، هاي يسمونها هايدريت. الهايدريت طبعا مرة بأمريكا أحد المصافي صار انفجار كامل للمصفاة، وكانت كلفتها فوق المليار دولار نتيجة الهايدريت. الهايدريت هي قلنا فيها مي وفيها هيدروكربون، 85% مي و15 هيدروكربون. لما تتجمد المي يتمدد، لذلك ممكن يصير كراك، يصير ليك، ويصير صعب السيطرة عليه. مشان ما تواجهنا هاي المشكلة، لذلك احنا نجفف الغاز قبل التبريد. التجفيف يتم قلنا ممكن بالجلايكول. الجلايكول مادة كيميائية كمان له أنواع مثل الأمين، يشترونه. طبعا السعودية تنتج الجلايكول، براميل تجي بهالشكل، لونه بهذا الشكل، كمان له أنواع. يتم هاي الوحدة تبعه، يدخل الغاز ويت يعني رطب،
والجلايكول من فوق يطلع الغاز من هنا دراي. طبعا الجلايكول بعد ما شال المي يبعثوه الى وحدات التنشيط يعني يسخنوه ينزعوا المي منه ويرجع مره ثانيه يستخدم، ممكن يطول معانا 10 سنين او حسب اذا ما كان في بيوريتي. يبد طبعا له ميك اب يعني يوميا مع التبديل المستمر يعني او للماء. طبعا الجلايكول هي من الطرق الكثير مستخدمه بشان البايب لاين بشان، لكن في حدوديه لها. يعني تصور الغاز وقت يطلع من هين ما يزال في مي، نسبه المي يعني ماكسيموم 6 بي بي ام. احيانا 6 بي بي ام هاي نط انف لعمليات اذا تروح مثل عمليه الاساله، اساله الغاز ما تكون كافيه. لذلك في ماده اخرى يسمونها ادزوربشن، الجلايكول يسموه ابزوربشن. الادزوربشن هي مواد صلبه مثل المولكولار سيف ومثل السيليكا جل. يعني حتى لو نروحنا نشتري قطعه قماش او في حبيبات يحطوها هاي بشان امتصاص الرطوبه، هي تعمل نفس المبدا. فدائما الديو بوينت توصل الى 0.1 بي بي ام الى ماينس 101. يعني عندي هنا طبعا ممكن استخدم في كثير مثل المولكولار سيف السيليكا جل تكون بهالشكل حبيبات. المبدا تبعها يجيبوا تور ويحطوها يفوت الغاز من فوق تبدا عمليه، لكن الجلايكول عمليه مستمره لكن هاي متقطعه. يعني بعد ما يصير المولكيولار سي مشبع تحتاج تنشيط لازم يوقفه، لذلك بالعاده يكون مستخدم اكثر من واحد، واحد ستاند باي واحد تحت التنشيط واحد لعمليه المبدا تبعها تدعم البولار القطبيه يعني بوزيتيف نيجاتيف. يعني لما يمر المي من هالحبيبات هاي تصير عمليه جذب لها جذب. الميركوري ليش يشيلوا الميركوري؟ الميركوري هم بعد ما صار حث بالجزائر سكاغدا واندونيسيا 1973 الميركوري ياثر على الالومنيوم، يعني ذلك المعدات المصنوعة من الألمنيوم ممكن تذوب يذوبوها، لذلك يشيلوا الميركوري قبل ما تدخل هاي المعدات. طبعا الميركوري كمان هو سام مؤثر على الإنسان. الميركوري حتى الآن موجود بكميات بسيطة لكن بالمستقبل إذا زاد زيد تعقيد وكلفة الصيانة، ذلك صاروا يفكرون حاليا بالمشاريع الجديدة أنه يشيلوا الميركوري قبل ما يدخل أي بروسس، قبل ما يدخل على السبريشن ويدخل على التحلية وعلى السبريشن. فالميركوري تأثيره يتم شيلته كمان بكاتاليست إلى نسبة مسموحة فيه. طبعا بالجزائر طبعا شوف الألمنيوم كيف يذوبه، بالجزائر صار حادث موت 23 واحد وستة غاز بلانت ترين فجروا نتيجة أنه الميركوري ذوب الكولد بوكس يسمونها المصنوعة من الألمنيوم وصار ليك والليك صار فيه انفجار. طبعا بعد الديهايدريشن وبعد الميركوري ريموف نروح على التشيلينج. تشيلينج تبريد. كيف يتم التبريد؟ تبريد بالبروبين ممكن ابرد دارات التبريد الموجوده، ممكن بال طبعا الكولد بوكس تنقل الطاقه، ممكن عن طريق خفض الضغط يسمونها توربو اكسباندر او جول تومسون فال يعني بريشر ريدكشنز فيتم عمليات التبريد. كرايجونيك مثل التربو اكسباندر او عمليه الريفريجريشن. التربو اكسباندر انك تخفض الضغط لما طبعا هاي الكولد بوكس اللي حكينا عنها اللي يتم اذابتها، كمان هي تستخدم عمليه التبريد. طبعا هاي بالعاده تكون مصنوعه من الالمنيوم. التربو اكسباندر هاي يمر الغاز ضغط عالي يصير اكسبانشن. طبعا حسب جول تومسون افكت انه اذا تمدد الغاز ممكن يتكثف وتنخفض درجه الحراره اذا صار انخفاض للضغط. هاي تعمل على هذا المبدا. طبعا هاي لها افكت اعلى من الفالف لانه هنا في عندي طبعا هنا مقارنه بين التوربو اكسباندر او الريفريجيشن. طبعا الريفريجيشن سيستم هو مثل مبدا الثلاجه الموجود عندنا بالبيت انه البروبين يمر بتشيلر والتشيلر يمر في الغاز هين ينخفض الضغط طبعا عمليه اكسبانشن بعدين
evaporization تبخير للبروبين، بعدين ضغط، بعدين تكثيف، والعملية مستمرة، الغاز يطلع من هنا بارد. إذا بعملية الريفريجريشن أو بعملية تربو اكسبانجن أو بعملية انخفاض الضغط، هاي عمليات التبريد. هلا الريفريجريشن عملية تجزئة، هلا بعد ما فصلت أنا السوائل مثل الـ NGL ولا الـ LPG بدي أفصلها على كل واحدة الحال، لذلك تمر على أبراج التجزئة. طبعا هاي تعتمد على درجة الغليان، يعني مرروا مثلا على دي إيثينايزر، الإيثين مثل اللي بعثوه على وحدات صناعة البلاستيك، دي بروبونايزر نزع البروبين الحال، نزع البوتين الحال، نزع السي فايف الحال، هاي تتم بأبراج، هاي الأبراج يسمونها أبراج التخطير أو أبراج التجزئة، طبعا تختلف حسب الحجم وحسب الطول. طبعا كل ما كانت نقاط الغليان قريبة لبعض كان الطول أطول، شوف تلقي أحيانا في منها 105 متر كان موجود عندنا، في أحيانا 300 متر صناعة البلاستيك 200، فتلقي أحيانا الأبراج هاي كل ما كان زدت انت عمقت بالفصل أكثر، لما تكون نقاط الغليان بالمركبات قريبة لبعض تحتاج تريزس أكثر، لأنه هاي تكون في داخلها تريز صواني أو باكينج حشوة حتى يتم عمليات فصل المكثفات عن بعض. طبعا بعدين تجمعها انت على خزانات، طبعا الخزانه بالعاده تكون سفيريكال عشان الضغط، والضغط يكون موزع بالتساوي. طبعا في منها هاي حقيقيه جبناها من هناك، تكون ممكن تكون تحت الارض. بعدين مر على التصدير، الطن الواحد من السي 3 او الال بي جي ممكن يكون 700 ل 800 دولار طن الواحد، 58 يعني كان ينتجون 27,000 طن باليوم، الله يشبعهم. تمام. طبعا المركبات هاي انت لما تفصل هاي المركبات لازم يكون انت عندك سبيسيفيكيشن، يعني انا اليوم انتج NGL شو السبيسيفيكيشن المطلوب مني؟ انتج انا مثلا سيل غاز، انتج كوندنسيت، انتج سلفر او اي مركب، الوحدة أو اليونت تصمم على سبيسيفيكيشن محدد. يعني مثلا عندي السيل غاز قلنا نسبة السلفر ما تجاوز عن 4 بي بي ام، مثلا البي تي يو ما تقل عن 900 بي تي يو على كل ستاندرد كوبرفيلد، الان جي ال مثل نسبة المي ما تزيد عن 2 بي بي ام، الكوندنسيت مثل الريد فيبرشر 8 بي اس اي. السبيسيفيكيشن هذا مطلوب حسب المعامل اللي ياخذ منك، يعني هاي يعني تقرر من بالفيزيبيليتي ستدي، بالدراسة المشروع. طلع عندي نقطة أخيرة، هذا أحد المشاريع اللي كنت أنا حضرت عندهم، 3 ميجا بروجكت. طبعا البروجكت الواحد أنا حضرت عنده هذا يسموه حبشان فايف. طبعا أي بروجكت يمر بهاي المراحل، يعني اليوم المصمم أنا وحدة غاز أو شوف المراحل اللي يمر فيها، feasibility study جدول اقتصادية، بدي أشوف كيف الجدول الاقتصادية من هذا المشروع. طبعا بعد أحيانا في شركة تأخذ بس تعمل جدول اقتصادية، حسب كبر المشروع حجم المشروع ممكن يأخذوا منك 8 مليون دولار بس feasibility study. ممكن أروح على البريفيد، البريفيد يعني front end engineering design، اللي تدخل بعملية design هاي تأخذ 2 أو 3، البريفيد والفيد. بعدين عندك الاي بي سي، الاي بي سي يسمونها انجينيرنج بروكيورمنت كونستراكشن، اللي هي الحجم الاكبر من المشروع. يعني الـ طبعا الشركات اليوم ما تعطي شركه واحده، يعني ما يحطوا يقول حط البيض بسله واحده، لا يوزعوها. يعني في سبيل الصدي تدرس الحال، الفيد الحال، البريفيد والفيد الحال، والاي بي سي الحال، حتى ما يكون في خربطه بال. طبعاً بعد ما يتم تركيب انستول، يعني مثل هاي الصور اللي شفناها قبل هاي كانت في مرحلة الكونستركشن، بعد ما يتم الانستركشن تم تصير عملية البريكوميشن، يعني تجهيز قبل ما تدخل انت الغاز على البلانت، بعدين تجي عملية الستارت اب، بعدين تجي عملية الأوبريشن. يعني هاي المراحل اللي يمر فيها أي مشروع للغاز. المشروع هذا شفتوه نفذته 3 شركات،
جي جي سي اللي هي جابانيز غاز كومباني، كانوا من الناس الروعين جدا. في عندك تكنوميت الايطاليه، وفي عندك هونداي لليوتيليتي مثل البويلر والتاجيل السين. كانت قيمه المشروع 4.7 مليار دولار. تم المشروع على اكثر من مرحله، وكان طبعا في بعض البروسس داخل في لاي سنسرز. طبعا هاي المانيفاكتشر، لانه المعدات لازم انت كمان بتعامل معاها، يعني كل معده تشتريها مثل ما شفنا في بعض المعدات، اذا تحتاج انت بامب ولا تحتاج كومبرسر ولا تحتاج كنترول سيستم، لازم تعرف مين المانيفاكتشر اللي يقوم عليه. تمام شباب، انا على الوقت تقريبا انهيت المحاضره، واتمنى انها كانت مفيده، واهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه استاذ عمر، شكرا كثير لك. سلم. استاذ حسان تفضل، تحب تعمل اي مداخله او تسال سؤال؟ والله الله يعطيك العافيه استاذ عمر، فعلا ما شاء الله عنك، يعني فعلا محاضره شامله، و وطبعا كل جزء مثل العاده، كل جزء من المحاضره يصلح ان يكون يعني كورس صراحه. وانا فعلا اغنتني المحاضره في جانبين، الجانب اللي هو له علاقه بالنزع الكبريت، لانه يعني مثل ما بتعرفوا موضوع الانفايرومنت حاليا يعني صار ريستريكشن كثير كثير عالي دوليا، مثل ما تفضلت استاذ عمر، موضوع مثلا ديزل حاليا حالياً بأوروبا 10 بي بي ام حالياً، الغازولين 10 بي بي ام أيضاً، الـ بي جي كمان 4-5 بي بي ام أو أقل. فبس عمليات نزع الكبريت يعني نتيجة الريستريكشن العالي كتير صارت هو عملية مكلفة جداً، يعني مثل ما قلت موضوع الأمين إضافته ونزعه وعمله ريفريشمنت مرة تانية وكذا، فكل المصافي اللي بدها حاليا او الوحدات عمليات البروسيس بدها عمليات نزع كبريت، هي عمليه مكلفه جدا حتى تصير. فالدول اللي سبقت يعني سبقت معظم الشركات اللي كان عندها تصور، هن بيحطوا قوانين قبل طبعا وبيقولوا مثلا حاليا عندنا مثلا انكر فنو خلاص ما عاد مسموح انه يكون نسبه عاليه كبريت مثلا 2000 بي بي ام، يعني البواخر اللي بتمشي على الفيول هذا اللي بتمشي بالبحر كان مثلا 2000 بي بي ام او 3000 بي بي ام او يعني 3.5 بي بي ام، يعني 3500 بي بي ام. فهلا عمليا كانوا كلهم، فالشركات كانت محضره حالها، كان سعر الفيول طن الفيول مثلا حوالي $100 مثلا، المنخفض الكبريت صار وصل مثله مثل سعر بدون مبالغه يعني ربع سعر الديزل، يعني $500 سعر كان $600 مثلا سعر الديزل، هذا وصل $500. ليش؟ لانه صار شح فيه والى اخره. طبعا العمليات الغاز عمليات يعني الغاز هذا يعني مستقبل الكون كلياته، ومثل ما تفضل استاذ عمر الحروب جاي عليه، بس كانت قديما التكنولوجيا ما متوفره لعمليات استخلاصه او وجوده، يعني بس هاي ناحيه بس حبيت انا يعني اضيف عليها، يعني مواضيع مثلا الاوفشور كان مثلا انه انت انه تحفر بالبحر او تنزل باعماق 3000 متر او شيء، كان يعني من سرعة التكنولوجيا ما كانت متوفره. طبعا نتيجه الحاجه لهالوقود النظيف الكالوري عالي كثير، يعني يقول 11500 صح استاذ عمر، بيوصل ل يعني مليون بي تي يو ممكن يوصل مثلا 11500، بينما الفيول مثلا 6500 مثلا، هو فقيمته الحراريه عاليه كثير، وبنفس الوقت يعني هو عباره عن مو ملوث، لانه انت حرقت السي اتش 4 هو بيطلع بس سي او 2 H2O، يعني بس بيطلع مي وغاز اول اكسيد كربون او غاز ثاني اكسيد كربون، بينما مثلا الغازات الثانيه اذا عمليات حرق ملوثه وتكسيرها وبدها طاقه اكثر، ويعني وفيها مشاكل كبيره يعني. فبس حبيت اعلق في شغله الكوندنسيت كمان، بس استاذ عمر انا اللي بعرفه حسب معلوماتي يعني الكوندنسيت عاده يعني اذا هو الاي بي اي عالي كثير بوصل ل 60 اي بي اي تبعه، فنحن كنا نضيفه مثلا لل لل لللايت كرود اويل وليس
مثلا الهيفي كرود اويل، ما بعرف هاي معلومه ليش، لانه عمليات الفصل وقت بتضيف كوندنسيت انت للنفط الخفيف، عرفت شلون؟ مثلا النفط الخفيف لحدود 38 الاي بي اي تبعه، هذاك 60 وكذا، ما يصير عمليات فصل اثناء عمليات النقل واثناء عمليات هذا، بينما الثقيل مثلا 23 24 او 20 اي بي اي كانت عمليات فصل، يعني حاولنا كثير احنا بزمانه نضيف الكوندنسيت، يعني هو غالي كثير طبعا، يعني وانتاجه يعني هو عمليا كان لك اذا فيك تاخذ الكوندنسيت وتحرق وتحطه سيارة وتحرقه مباشره، هو عباره مثل ما تفضلت عباره عن بنزين يعني معظمه، بس كنا نضيفه فقط كنا نضيفه للنفط الخفيف، وفشلنا عشرات المرات انه نضيفه للنفط الثقيل، وكنا على اساس نرفع القيمه للنفط الثقيل لانه كان نفطنا حوالي 24 لانه تبعه هو ان شاء الله. نقطه حبيت هالنقطتين هلا يعني اشير لهم. بالنسبه للكوندنسيت مثل ما قلت العمليه يسمونها عمليه بلندنج، ان شاء الله اذا صح ان نحكي على المطاع الريفاينر. نعم هذا من اجمل انواع الاختصاصات في العالم فعلا، هذا البلندر بالعالم هو 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 يعني اللي بيعطيك قيمه مضافه لاي لاي شيء يعني. صح هو يضاف يعني احيانا عمليه الاويل موفمنت، يعني مثلا كان عندهم كنا تقريبا لما كنت بالعدهم هناك حدود اكثر من 10000 برميل كوندنسات يضيفوها مع مشان عمليه الاويل موفمنت للنفط الثقيل، يعني انت لو حتى توصل المينا تعرف انت لما يكون نفط ثقيل اكثر يصير حمل على البمب، يعني البمب تاخذ طاقه اكثر، يعني لذلك كانوا يعملوا عمليه بها للاويل موفمنت. طبعا بعمليات اضافته على النفط الخفيف هاي ممكن تصير بالريفاينري، هاي مشان عمليه تحسين بالريفاينري، يعني احيانا الجازولين نفسه يستخدم للعمليات البلندنج مشان عمليه التحسين، يعني هو ممكن يضاف على النفط الثقيل وعلى النفط الخفيف، يعني لانه الاي بي اي ما عندك انت مجال الكنترول فيها الا عن طريق عمليه المزج بس. يعني انا لما حتى مثل ما حكيت انت على الكبريت، هلا ليش النفط لما يكون في كبريت يكون سعره قليل؟ لانه عمليات نزعه صعب، يعني عمليات مكلفة مكلف يعني بالمصافي، ويعني لذلك هم لما يكون الاويل او الغاز ما في كبريت، طبعا انا لما اقول كبريت ممكن يكون موجود على شكل H2S او يعني يفضل، يعني هم يتمنوا انه الكبريت موجود على شكل H2S بس، لانه H2S تنفخ عليه بيطير، لكن ان شاء الله في محاضره ثانيه ممكن نحكي على يكون موجود على شكل مركبات صعبه يعني صلبه متمسك قوي، صعب انك تشيلها الا بعمليات كتلست وكراكينج والامور. تمام استاذ، في اي سؤال اخر؟ ما انا سامع الصوت، انا ما سامع الصوت استاذ محمود، تحب تعليق من فضلك؟ يعني خلي زملائنا المهندسين كيمياء والبترول بس كل واحد يعمل تعليق بسيط، كل واحد خمس دقائق. انا حطيت واحد على 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 تمام على الشات بس ما ما ما, ما. على اي حال انا يعني حاطط واحد يعني مشان نعلق، بس موضوع انا بس كنت حابب اساله الاستاذ عمر على موضوع الزبق. فموضوع الزبق يعني موضوع كثير مهم، وحضرتك اشرت عليه كاشاره مثل ما بقولوا يعني مرورا، لكن انا بس كنت حابب افهم انه اليوم فعلا عمليه نزع الزئبق الجدوى تبعها كانت عم توصل الغاز انه فعلا يصير سويتنينج من وجهه نظر يعني موضوع الزئبق شيء. هاي نقطه. النقطه الثانيه الزئبق اللي طالع شو كان يسوي فيه، او خلينا نقول يعني الباي برودكت اللي عم يطلع من العمليه شو كان يسوي فيه. هاي نقطه اللي انا كنت حابب اسال عنها. هو سبب الزئبق موجود بكميات بسيطه جدا، يعني موجود بالنانو جرام، نانو جرام يعني 10 قوة ناقص 9 يعني 200 نانو جرام. الزئبق الموجود يعني كان تأثيره على الألمنيوم، طبعا هو يأثر على الألمنيوم وعلى الذهب، يعني يعمل أتاك للألمنيوم، يذوب الألمنيوم. أمالجام عليك نعم. يعمل يذوبها، شايف شلون؟ فلذلك لما صارت حوادث كثيرة بالجزائر، قلت لك بالجزائر 1973، فصار يدخل بموضوع الانتجريتي للإكويبمنت. يعني طبعا ممكن واحد يقول لي يا اخي ليش ما نستخدم احنا كوبر بدل الالمنيوم؟ طبعا الالمنيوم ارخص من الكوبر، والالمنيوم هو ناقل حراره جيد، صح؟ شايف شلون؟ فلذلك الفكره هي لحمايه الانتجريتي للإكويبمنت لانه الكميات موجوده فيه. لا
لكن مثل ما نعرف أن الزئبق له تأثير على الصحة كمان، يعني له تأثير، هو سام يعتبر له تأثير على الكلية وتأثير على فذلك على الدماغ. أيوة لذلك على الدماغ. هم عم فكروا إذا زادت الكميات أعلى من هذه الكمية معناته لما يصير في عندي كونفايد سبيس، لما يصير عندي الصيانة، لما الإنسان اللي يدخل هون كمية الصيانة بدها تزيد. لا بدأ صار يفكروا أنه بالمشاريع الجديدة صار يعملوا كونكشن، يقول لك هاي فور فيوتشر ريموفل ميركوري ريموفل. شو يعملوا فيه؟ طبعا كانت الكميات بسيطة جدا، يعملوها ديسبوسل، ياخذوا الكاتاليست لأنه ممكن ياخذ 10 سنين وبدلوه، يعني ما كانوا يعملوا فيه أي شيء. في بعضها كميات تكون موجودة عالية جدا يعملوا عملية ريجينيريشن، شايف؟ لكن هم ما راح يفصلوا الزئبق بشكل فري، يعني حتى الان ما شفت انا قصدي كباي برودكت، قلت لك كله باي برودكت. ايوه كباي برودكت لا ما يفصلوها، ما شفتها، يعني يظل كدسبوسل. اي سي، يعني ما وصلت انه يفصلوا الحال انه يستفيدوا منه في امور اخرى. ظل الموضوع فقط عباره عن عمليه يعني بروتكشن، حمايه فقط، حمايه للاكوينمنت وفيوتشر مفكرين انه للاشخاص كمان. طيب هلا مشان موضوع السؤال الثاني مواصفات حضرتك، قلت انه نحن انه دائما بيكون عندنا لا 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 للوحده في شيء اسمه مواصفات للبرودكت. ايوه تمام. اذا صار في نحن اليوم ونحن عم نشتغل كمنتج نهائي صار في ديفيشن عن هذه المواصفات، هل يمكن انه يتنزل بقيمته يعني لا 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 مثلا خليني لك للعقود يعني انتم اليوم متعاقدين مثلا انه يكون مثلا المواصفات للال جي او ال بي جي الى اخره، حاطين مواصفات هذا الموضوع، اذا نفترض الموضوع طلعت الديفيشن الانحراف عن المواصفات هي خلينا نقول بالايجابيه او بالسلبيه، يعني مثلا قايلين له انتم سلفر والله يكون مثلا 4 بي بي ام طلعتوا 2 بي بي ام مثلا، وليه يكون انتم اللي هو مثلا نفس المثال 4 بي بي ام طلعتوا 8 بي بي ام بي 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 بسبب ظروف العمل والاخر الدنيا، وهذا الغاز هذا اللي صار وضعه وتخزن ولا اخر الدنيا وانتهت العمليات المعالجة عليه، لا يمكن إعادة العمليات على المعالجة، شو كنتوا تصرفوا بهذا الموضوع؟ والله هو استاذ شوف، اذا كانت الامور ايجابيه ما في مشكله، يعني مثلا من ناحيه السلفر لما يكون 2 بالعكس هو حاطي لك ليميت، يعني مثلا انا ما بتاخذوا عليه مصاري زياده مثلا، لا لانه حاطي لي انا ليميت انه ماكسيمم، هم يذكر كلمه ماكسيمم، شايف شو؟ هلا اذا كان فوق ال 4 بي بي ام ممكن يعني ما يسمحوا لك كثير، يعني ممكن انت تشغل يوم اجباري بدك تحل المشكله، يعني بدك تقلل الانتاج توقف اليونت لازم تحل المشكله. يعني هلا في موضوع اخر، مثلا كان يجوني من الكويت يقولوا مثلا احنا نبعث على الباور جنريشن جاس توربين، يعني بدهم بس سي 1 لما ابعث ازيد نسبه السي 2، تعرف السي 2 اغلى من السي 1 لكن القيمه الحراريه للسي 2 اعلى، شو التأثير يصير؟ التأثير يصير على الكومبوسشن شامبر للغاز توربين، زيد الحرارة أكثر ممكن يعمل لي كراكينج باللينيا تبع الغاز توربين. لذلك الأمور هي محسوبة على أساس يا إكوبمنت إنتجريتي إكوبمنت أو على أساس بيئية. لذلك لما كانت اليونت خارج المواصفات، لذلك أنا بالمصافي ليش حاطين أكثر من تانك للمنتجات مشان يسمحوا بعملية البليندينج وإعادة التدوير مرة أخرى. يعني نوى انك تصدر منتج وتستمر فيه اكثر من يوم او شهر او اسبوع على اوف سبيكت غير مسموح فيه، يعني الانحراف بده يكون متحكم فيه الى بين ما انك انت تنهي. ايوه عليك لذلك المواصفات المطلوبه عليك نور استاذ، لانه لذلك بالبروجكت في شغله يسمونها فليكسبيليتي اوبربيليتي اند فليكسبيليتي، هاي لما يدرسوها بالفصل الصدي بالمشاريع تحطها بعين الاعتبار، يعني مي معقولة أنا صار عندي فوسفيت ووقف عندي المشروع، لا هاي كلها تأخذ أثناء أستاذ عمر. نحن عنا بمجال التسويق دائما الأوف سبيكس يعني موجودة، عارف شلون؟ فنحن شو بنعمل؟ في طريقتين، أول شيء بنكون الأوف سبيكس بناخده بنعمل مثل ما تفضلت نعمل له تخزين خزانات لحاله، وكمان له أسواق موجودة تانية، أو نحن بنبيعه لناس عنده عمليات بلندينج بياخدوه بخلطوه، يعني الكبريت من النوع لأنه أنت فيك تنزله بعمليات البلندينج، يعني ناخده بعملوا له بلندينج مثلا، بتضيف مثلا أنت مثلا بدك تيزل مثلا طلعت معك يعني
او بياخذوا عليه ديسكاونت بسيط وبنبيعه لاسواق ثانيه بتسمح بهاي المواصفات. يعني استاذ يعني اوريدي انت وجدت له حل من دراسه من الاساس انه وجدت له انه حل لما يكون انت عندك شايف شلون يعني انه اوريدي. لكن انت مثل ما قلنا احنا اليوم امور البيئيه تحكم في اكيد راح يكون في سوق. انا مثلا مره هون باسطنبول واحد من الشباب دعاني اني اشتغل عنده في احد المصافي كان قال احنا نجيب النفاطه هاي الموجوده بالعراق وبالهذا ونكررها هون لكن ما يحقق مواصفات الديزل التركيه لذلك تلقي هو بيشتغل اوروبيه ثاني يورو 5 ايوه حتى بالسوق التركي لذلك هو بيشتغل بالسوق السوداء لذلك هو عم يشتغل برا شايف شو لذلك كان في تكتم بالامر. فاحنا نحكي على هنا توقف على الشروط على انت ستاندر. اليوم نعم على الستاندر انت اليوم صاحب شركه كبيره لا هذا الامر ما يجوز يعني الموضوع الثالث الموضوع الثالث بس هل قد حابب اسال حضرتك فيه هو موضوع من اهم استخدامات السي 4 تمام هو موضوع ضغط بخار ريد بموضوع الضبط بموضوع الغازولين شلون عم بتتم عمليه الاضافه تبعه للسي 4 بهاي العمليه مشان نضبط بخار ريد. ما فهمت السؤال استاذ السي 4 الحال ولا السؤال من استخدامات البوتان انه نعمل ضغط نضبط البنزين بنضبط له مواصفتين الاوكتان وضغط بخار ريد تمام هاي بالمصافي يعني تحكي بالمصافي ريفاينري ايوه فنحن بنبعث الغاز بنبعث الغاز انت الموضوع هذا عم نحكي على الغاز قصدي كعمليه نحن بنضبط يعني بنبعث السي 4 مشان نحن نضبط ضغط بخار ريد. بس فكرت حضرتك اذا عندك معلومات كنت اذا موضوع شلون بيتم الضبط شلون يعني شلون بيتم عمليه اضافه السي 4 الى الجازولين. هو المفروض السي 4 ما يكون بالجازولين يعني لازم ما تزيد نسبته عن 2% لان كل ما كان السي 4 بالجازولين اكثر الريد بيبر بريشر عالي واذا الريد بيبر بريشر عالي للجازولين راح تكون اواجه مشاكل بعمليه التسويق وعمليه الشيبنج وعمليه التخزين لانه معظم الخزانات للغازولين هي فلوتينج روف تانك. سي 4 عالي معناته احتمال انه هذا السي 4 يطلع وممكن يكون على الاتموسفير ويعمل لي كونفايد سبيس ويعمل لي اكسبلوجن. الشغله الثانيه عملت الشبك للبمب، البمب لما يكون في عندي فيبر ممكن يصير عندي فيبر لوك وكابيتيشن للبمب. لذلك احنا نتحاشى بعمليه التثبيت انك انت تخلص السي 4 وما فوق من الغازولين. المفروض الريد فيبر بريشر متفق عليه انه يكون ما يجي للغازولين احكي ما يطلع عن 8 بي اس اي للاويل 12 بي اس اي. يعني بس انت موضوع عمليه الاضافه شلون بتصير يعني بس شلون عمليه الاضافه بتصير؟ هل يعني بتم ضغط الغاز البوتان ب ب ب بموضوع الشيء اسمه مثلا يعني ستيبلايزر هو ما في اضافه هو نزع ستيبلايزر ايوه بالستيبلايزر ايوه ستيبلايزر عباره عن برج تخطير يعني انت البوتين اوريدي هو منحل بالغازولين انت بدك تنزعه عمليه تخطير بويلينج بوينت ري بويلر تسخن بالستيم شايف شلون تكون درجه حراره 120 بالبوتم فوق تكون 85 تكون انف انك تشيل ننزع كميه معينه بحيث تعطي ضغط بخار ايوه ريد بيبر بريشر اللي تحافظ عليها اللي تعمل تثبيت للعمليه. نسمع تعليق كمان اذا في سؤال. الاستاذ يوسف الدراخ موجود معنا؟ استاذ يوسف السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ يوسف. طبعا السلام عليكم بالبدايه وانا صراحه جدا سعيد بالمحاضره هذه يعني محاضره جدا قيمه. اشكر المهندس عمر على الجهد اللي بذله بس في سؤال يعني انا ما ادري يعني انا ام نوت سو جود في الموضوع الفاسيليتي بس اذا يعني از دوبل او هل من الممكن ان انا اسوي سكيب ليونت معين من اليونتات اللي ذكرها المهندس عمر يعني مثال احنا ذكرنا بالبدايه نسوي سيبريشن بعدين نمر مثلا على ديهايدريشن يونت بعدين هل ممكن انا اسوي سكيب احدى اليونتات مثلا في مشروع نعم. معين او طبعا استاذ هذا يتوقف على البروبرتي واللاب اناليسيس للغاز يعني اذا عندي مثلا انا شغلت بدير الزور ما كان عندنا H2S ما في داعي لوحدات التحليه اها
مثلا يعني انا عندي زئبق لكن ما عندي كولد بوكس، ما في داعي احط انا ميركوري ريموفل. اها يعني يونيد داتا بالبدايه. ايوه تمام. بيانات يعني مثلاً انا مثلا عندي دراي جاز لين جاز. لين جاز معناته ما في داعي انا احتاج مولكيولر سيف مشان اعمل ديهيدريشن ديب. يعني اكتفي اكتفي بال واضح جدا. يعني تحتاج بالبداية قبل أنت تبني أو تنشئ الفاسيليتي مالتك تحتاج الديتا. تمام. بس في سؤال هذا من برا بس أشوف جزء من الهند هاي. ألو تفضل تفضل. جزء عمر جماعة جهز حالك أستاذ يوسف للمحاضرة. أكيد جاهز محاضرة حاضرين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك يا رب. فيعني المفهوم من مثل ما قال مهندس عمر اني based on data، على حسب الداتا اللي عندي فانا ابني الفاسيليتي مالتي. فهذا اللي كان يعني شوي هذا الموضوع. الموضوع موضوع الغاز هو موضوع يعني فعلا بده يعني بده تجهيزات وبده ادوات، لانه انت عم تبرد عم تنزل يعني مثل ما قال لك واحد كيوبيك متر واحد كيوبيك متر سائل قد 600 متر غاز. يعني انت لحتى بتبرده لحتى يوصل حجمه لواحد واحد من 600. فعمليات نقله وعمليات يعني تسهيله وإعادة تبريده وكذا هو عبارة عن غاز الميتان. غاز الميتان هذا غاز يعني هو مجرد غاز واحد، يعني 95% يعني احنا من الغاز الطبيعي اللي عم نحكي عليه هو 95% منه CH4 بس. عرفت كيف؟ صحيح. بس النقاط ما عم نحكي والله مثل مثلا النفط في جدا واضح. لا واضح واضح المحاضرة جدا صراحة. يعني ثانيين يعني موضوع توضيح الفكرة هاي. اها عفوا استاذ عمر انا اخذت شوي من وقتك لانه شفتك عم تحكي التليفون. انا حسيت بونت بس حبيت اوضح نقطة. الله يخليك يعني انت كبار يعني نستفيد منكم بالعكس اكثر يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك استاذنا والله. استاذ محمد زعل اذا عندك شيء اضافه. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عمر على المحاضره. وصراحه هي صحيح كيمياء لكن نحن متكاملين في صناعه النفط، يعني موضوع صناعه النفط متكامل. حلو الواحد يكون عنده فكره عن مواضيع غير اختصاص والبحث. مثل استفدت اليوم أنا موضوع الـ H2S تخلص منه صراحة كانت فكرة حلوة. وحتى أنت لو أنك رحت بموضوع أنك أنت خاسر في موضوع الـ كإيكونومي أو كوست أنت هون تخلص من المشكلة أهم من موضوع أنك أنت في موضوع أنك عندك مشكلة وتخلصت منها أهم أنك تكون خسرت حاجة بسيطة من صناعة النفط وهي مربحة بكل الأحوال. يعني لي تعقيب بس على موضوع انه في واحدة من السلايدات انه كان انه انتاج النفط من الكابروك. نحن عادة ما بننتج من الكابروك، هذا اختصاص ممكن يكون ريزرفوار او البتروليوم انجينير. فنحن عادة بناخذ الكابروك تبع الغاز نستخدمه لاخر لحظة في برشر او ضغط الاويل يطلع لنا على السيرفس. فبنستخدم اول شيء الاويل وبعدين اخر مرحلة هي الكابروك. فبنعمل انجكشن للغاز عادة في الكابروك حتى إذا لما بيخف ضغط الويل في الأويل حتى نستخدم الانجكشن الغاز في الكابروك في عملية الديسبليسمنت أو الدفع الأويل to the surface. هاي بس موضوع تعقيب من الموضوع. لا هو أستاذ أنا يمكن أسلايد اللي أنا حطيت المراحل هاي حسب لما كنت شغال هونيك بالتدريب عندهم كنت حطيت هال كان قسم من السيل جاز مثل ما ذكرت قسم منه يروح على الانجكشن. شايف شلون؟ فجزء الرسمه انا حطيتها بشكل هي للتوضيح انه هذا السيل جاز قسم منه رايح للانجكشن. لا هو انا تعقيب يعني كل واحد في اختصاصه ممكن يكون لا اكيد معلومة. انا لا كرسمه ما انا موضحها يمكن اكثر، لكن في كان عندهم انجكشن للامر. تماما الانجكشن يستخدم في الكابروك حتى نستخدم في انتاج الاويل اكثر من تمام. انا ما عقبت على هالامر. احنا كان يستخدموا الشغل تبعي كان انه الكمبرسرات نجيب السيل جاز من 40 نضغطه الى 150 بار على اكثر من مرحله ونبعثه على الويل. سؤال بس أنا بالنسبة للقيمة الحرارية اللي استفدت منه اليوم أنه القيمة الحرارية للغاز هو أفضل من القيمة الحرارية للأويل صح؟ لا
القيمة الحرارية للغاز خفيفة، للأويل تكون أكثر. فالأويل معناته أنا بحاجة للأويل أفضل من الغاز. هو الأويل إحنا حتى الآن إحنا منهم مستغنين منه، لكن إحنا قلنا القيمة الحرارية للمركبات كل ما تزيد، يعني مثل عندك للغازولين القيمة الحرارية أكثر، القيمة الحرارية البي جي أكثر، شيء يعني أقل من الغازولين، يعني كل ما أنت عمقت بالسي ورحت فيها فزادت القيمة الحرارية. لكن يعني هل الديزل أكثر من الغازولين؟ لكن المشكلة الإيميشن اللي يعطيك، يعني الغاز إنه مثل ما قال سعد حسان، إذا يعني أنت تحرق ذرة كربون واحدة مو مثل ما تحرق مثلاً 10 ذرات كربون. تمام. لما تحرق ذرة كربون يعطيك CO2 قليل، أما لما تحرق 10 ذرات كربون راح يكون عندك هيوج من CO2. بس اللي مداخلة أستاذ عمر، نعكس الحكاية بين وزناً وحجماً على فكرة. أيوة. يعني القيمة الحرارية على الحجم غير القيمة الحرارية، يعني BTU على جرام غير BTU على ميلي لتر. إيه صح. مشان نكون دقيقين يعني. إيه صحيح. هي. يعني يعطيك العافية أستاذ عمر، بس في عندي حاجة، نحن بجوز مهندسين النفط يعني دارسين مراحل النفط ممكن من بداية للنهاية حتى المصافي، لكن بشكل موجز، لكن موضوع التسويق النفط ما درسناه، ففي عندنا أستاذ خبير بهذا الموضوع. يعني جاهز والله. المستقبل يكون هيك في بس فكرة. والله جاهز. والله أنا مقصر أنا. يعني نحن عندنا خبرة سوريا كلها موجودة، في أستاذ موجود معنا، فإن شاء الله هيك نستفاد موضوع التسويق النفط. حاضر والله، حاضر والله، حاضر أقرب وقت إن شاء الله، بس عم نعطي فرصة للناس اللي قبلنا، وجاهز والله. هاي حاضر وعد. يعطيكم العافية، الله يسلمكم يا رب. أستاذ خلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين أخي محمد. السلام. والله آسف جدا وصلت متأخرا، بس أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. صح 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 نعم، بارك الله فيك والله. تفضل. ايه عفوا، هو والله عندي النت قطع ترى شوي يعني، ما أعرف سبحان الله صار له يومين في مشكلة. على كل أحوال، ما الله يعطيك العافية أستاذ عمر، الله يبارك فيك. أنا للأسف ما لحقت الأسئلة، فشوية أخذت شوية فكرة، ولكن ولا الأستاذ فراس. هلا أستاذ فراس، أنت معنا بلجنة بترول، مهندس شو؟ أستاذ فراس عبادي. أستاذ فراس عبادي من الزملاء الموجودين حدا عنده شيء تساؤل؟ أستاذ أنس. أنا ما سألت أبو زويش، ما خلتني أسأل لسه. عفوا، قلت لي بالي، قلت لي جيت متأخر. أنا والله ما عرفت والله بالي أنت جيت متأخر. أنا فهمت المحاضرة. أنا فهمت إنه ما تفضل. كل الميكروفون اللي أنت الأساس. الله يبارك فيك، ما في أي مشكلة. على كل الأحوال طبعا يعني الغاز يعني شغلتين، يعني فعلا الغاز بالنسبة لنا يعني شبه مجهول، يعني إحنا نعرف بشكل عام، ولكن تصنيعه وعمليات ومراحله والبيهيفير تبعه صراحه يعني فعلا للاسف انه ما قدرت، ولكن ان شاء الله بمره جايه يعني استاذ عمر. يعني من يومين فقط يعني كنت بمكانه، فكان يحكون عن انه الغاز هل يمكن فيزيائيا ولا كيميائيا ممكن تحويله لسلاسل اطول، انه ينعم الليكويد او فلويد او ليكويد، ما اعرف ايه الاصح تعبير، يعني قصدي سائل. هل الغاز مثلا ميثان، الايثان بروبان، مو بال يعني مو كغاز ليكوفايد، يعني غاز حقيقي بشروط الطبيعيه، سائل بشروط الطبيعيه. سلام. هي شوف، الو استاذ حسن، سمعت السؤال مو؟ الو استاذ حسن، الو ايوه سامعني. سمعت السؤال استاذ عمر ولا اعيده؟ سامعه. هو كانت المحاضره عن هايدا، احنا قلنا مشتقات الغاز، يعني في عندنا مثلا ال ان جي اللي هو الليكوفايد ناتشورال غاز، الغاز المسال، هو اصلا يتحول الى سائل، يعني السي 1 تقدر انت تسيله،
لكن عملية التسهيل أو عملية الإسالة تحتاج لعمليات تشيلينج أكثر، يعني أنت بدك تبرد الغاز إلى ماينس 161. لما تبرد الماينس 161 أنت تكثف السي 1. هلا لما أنا ما بدي أكثف السي 1، بدي أكثف بس السي 2، لازم أبرد للماينس 88. طيب أنا عندي ما أحتاج تكثيف السي 1 والسي 2، أحتاج الـ LPG الـ C3 والـ C4، بدي أكثف للماينس 42. يعني أنت كل ما طبعاً الـ C4 هو يتكثف عند ماينس تقريباً 0.5، الـ C5 ما يحتاج تكثيف لأنه هو أوريدي مكثف. فعملية التشيلينج هي تعتمد على الـ كومبوزيشن للغاز إذا كان لين أو ريتش. كان ريتش الى سائل في في الشروط الطبيعيه، يعني درجه حراره مثلا 10 15 وضغط عادي جوي. اي لا ضغط تحتاج، ايوه ضغوط تحتاج ضغوط عشان عمليه التكثير، يعني عمليه تحتاج عمليه تشيلينج بالتبريد. يعني كغاز ما يمكن يتحول لسائل بالشروط الطبيعيه لا عمليه كيميائيه، لا تحتاج عمليه تبريد تكثيف، اما بالحاله العاديه صعب انك تحولها. احيانا تحتاج ضغط بعدين تعمل له هاي بالتوربو اكسبانشن بعمليه الكرايجينيك. كلمه كرايجينيك شو يعني؟ كلمه كرايجينيك انه تكون درجه تبريد اقل من ماينس 43، يعني ماينس 43 وتحتها انت عمليه كرايجينيك. تحتاج توربو اكسبانشن، تحتاج احيانا ريفريجريشن، احيانا تحتاج الاربع طرق مع بعض حتى توصل للماينس 161. لذلك لما يكون انت عندك ال ان جي السعر تبعه اكثر من ما يكون سيل غاز. ليش هم هلا يتقاتلوا؟ ليش لما دمروا سوريا بسبب انه روسيا ما قبلت يجي الغاز القطري او الايراني يروح على، لانه قطر هي من انتاج هائل، قالت اذا عندنا بايب لاين ارخص لكن مستمر العمليه وبروسس اقل، يعني كان كومبرسور وشغال 24 ساعه. اما لما تحتاج انت اساله لا بدك عمليات شيبينج وعمليات بروسس اكثر وعمليات هاي، ذلك السعر يزيد. نعم لا هي موجوده يعني. جزاك الله خيرا، الله يعطيك الف عافيه. الله يسلمك. فاحنا كنا ضحايا اللي مالكين الغاز مع كل اسف يعني. سبحان الله حمص. نقول احنا ليش تقاتلوا على حمص كثير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله روح شوف البي بي سي اقراها، بس اكتب الحرب، الحرب على الغاز بي بي سي، ذكرت حتى راسمي لك الخطوط حمص. استغربت انا ليش حمص. نعم الله يعطيكم العافيه جميعا. شكرا لك استاذ عمر مره ثانيه، ولك استاذ باسل شكرا لصبرك استاذ باسل عشرات المرات يا اخي. الله يسامحكم يا رب. بالعكس انا والله عم بتعلم يعني شوي شوي. بركي بنتقل لعندكم على اللجنه. لنا شرف دغري انا عم ضيفك بدون ما تقول، يعني الضيف شرف على طول. والله انا بالشرف فيكم. إلك استاذ بس تفضل. الله يعطيكم العافيه وشكرا كثير على النقاش والحوار، والاستاذ عمر دائما كمان هاي المره الثانيه اللي بتعطينا بوقتك نستفيد معلومات جدا رائعه، وان شاء الله يعني كمان بتوقع بالمستقبل في برنامج يعني محاضرات حاكين فيه انا والاستاذ حسان للجنه البترول، ف رح نرجع نستأنف نحاول على الوتيره القديمه. واهلا وسهلا فيكم ونلقاكم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا مره ثانيه كمان، واصلا هي نحن مسجل شو اسمه ان شاء الله بنحطها على صحيح. كل وسائل كمان اللي ما حضر كمان ممكن، او اللي يعني راح فاتوا جزء منها فممكن يرجع يسمعها مره واكثر من مره. شكرا مره ثانيه. الله يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. مع السلامة.